هنوريكم الحين الصف الثاني. نبدأ الفيديو هذا برعاية موقع حراج. كلكم تعرفون موقع حراج، أكبر موقع لبيع السلع سواء سيارات ولا أي سلعة. نجي ندخل هنا الرئيسية، حراج السيارات، حراج العقار، حراج الأجهزة، المواشي، كل شيء كل شيء. تشري تبيع أي شيء ببالك تبي تبيعه وتشريه تلقاه موقع حراج. هنا أكثر شيء يميز موقع حراج، تطبيق موقع حراج، السهولة بالبحث، بحيث أنك تقدر تسوي تضغط على الزر اللي قبل شوي حق الفلاتر، تختار صور فقط بدون معرض، سيدان، SUV، بيع، تنازل، مستعملة، مصدومة، كل الأشياء هذه تقدر أنت تختار وتتفرج وتحدد الأشياء اللي أنت تبي، وبعدين تضغط تطبيق ويطلع لك كل شيء. بحط لكم الرابط تحت وتشوفون كل شيء. وهنا عندك المنطقة، تحدد المدينة، يسهل لك البحث بشكل كبير. راح أحط لكم الرابط. الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين، يا هلا ومسهلا بالزوار، مشاركين جدد منورين قناتكم. من زمان قلت لكم ودي أسوي مقارنة بين ملكات الفخامة الـBM الفئة السابعة الجديدة والجوهرة، ونسوي مقارنة سريعة. واكتبوا لي تحت أيهما أجمل بالشكل الخارجي والداخلي. طبعا في نقطة مهمة، الـBM الجديدة المحركات راح تكون 6 سلندر، وقفوا الأربع سلندر ووقفوا 12 سلندر، يعني أصغر محرك راح يكون اللي هو 6 سلندر، طبعا راح يكون 735 اي، نفس اللي معنا هذه 200، وحجم الماكينة 6 لتر 3 لتر، حلوة 6 لتر 6 سلندر، وحجم الماكينة 3 لتر بقوة 268 حصان والعزم 425 نيوتن. ال 740 راح تكون بعد 6 سلندر نفس المحرك بس أقوى 380 حصان، والمحرك الأقوى اللي صار الحين خلاص بداله 12 سلندر، وهو من قبل كان ينزل 8 سلندر بس وقفوا 12 سلندر، يعني اعلى ماكينه واكبر ماكينه راح تكون 8 سلندر، وفي كهرب اي 7 بعد. 8 سلندر راح تكون 760 رقمه اكس درايف، اكيد راح تكون 4.4 توين تيربو، كلهم فيهم نظام المايلد هايبريد، و536 حصان والعزم 750 نيوتن. هذه بالنسبه لمحركات البيم. محركات المرسيدس الاس 450 راح تكون 369 حصان، والاس 500 راح تكون ال 6 سلندر بعد 430 حصان، وال 8 سلندر راح تكون بقوه 503 حصان والعزم 700 نيوتن، و 12 سلندر راح تنزل بس على الميباخ. هذه بالنسبه لمحركات المرسيدس، و 63 راح ينزل بعد. طيب خلونا اول شيء نبدا بكم بالمفاتيح، عطوني رايكم بالشكل الامامي. انا بالنسبه لي والله تعرفون ايش اللي جايز لي هذا. هنا فتح قفل. طيب خلونا نبدا بالواجهه الاماميه. اول شيء راح تلاحظوا بالواجهه الاماميه كبر حجم واجهه اماميه البي ام، واضحه في ارتفاع، هنا اقل انخفاض. طبعا جميع الانظمه كلهم، كل سياره وفيها تخصص انظمتها اللي هي الرادار، قياده شبه ذاتيه. اكثر شيء يعني يميز البي ام عن المرسيدس الابواب الكهرباء، تقدر تسكر وتفتح عن طريق الريموت وعن طريق داخل السياره، كل الاشياء هذه، وفيها تقنيات متطوره اكثر. هنا يطغي كلاسيك اكثر، هنا عصري مع خطوط كلاسيك اكثر. شوف الوجه كبر ما شاء الله، انزل لكم شوفوا عشان نقول لكم الوجه اعرض، شوف واضح عرض الوجه. الطول البي ام اطول بشيء بسيط عن الجوهرة. هذه الجهة الجانبية، هذه الجهة الجانبية، وركم الخلفية الحين. طبعا الفئات الأعلى راح يكون فيها التفاف، هذا جنط مقاس 20 ترى. شوف الشمس بوجهي، هنا حتى الشنطة الخلفية أعرض من الجوهرة. شوف واضح العرض، أعرض وأعلى ارتفاع بشيء بسيط. طبعا أيهما أجمل؟ الشكل الخلفي.
شاء الله تبارك الله. كلهم حلوات، بس أنا بالنسبة لي صرت أميل للبي إم أكثر. عقب ما غيروا التخلية صارت فرق. أوريكم وش البي إم. الأبواب كلها كهرب من برا ومن داخل. طبعا الباب يجيك بعد هنا. اللي يميز البي إم في شاشات هنا موجودة، وشاشة فوق مسرح منزلي يا الحبيب، وفي تابلت راح يكون هنا. طبعا هذه بالنسبة للبي إم. ما في شاشات بالتكاية هنا، خلاص صارت الشاشة كبيرة هنا. أوريكم الحين داخلية الجوهرة. مقابض الأبواب عادية مو كهرباء. وهنا الداخلية. هذه طبعا ما جت بها شاشات، ولا هي تيجي شاشات هنا بالمسند بالتكاية ورا تحت المسند. الشاشة ما في شاشة هنا، وهذه جهة السواق ولا في شاشات يمين. في تحكم هنا تابلت. الحين عاد بوريكم جهة السواق. هذا الشكل الجديد للداخلية حقت البيم. شوف قصة الباب، في تفاصيل حلوة، أشكال حلوة، إضاءات محيطية حلوة، جاي بشكل عجيب. خلنا نركب. الباب كهرب، مجرد ما تضغط الفرامل يجيك على طول ستارت. هذا هو، ودي افتح الباب. تقدر تقفل وتفتح الابواب كلها. شوف 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 الجمال، شوف الجمال يا ناس. تحفه تحفه فنيه، تحفه فنيه صراحه. قصه الطبلون، الاضاءات، الشغل العدل، يعني فيها تفاصيل اكثر. شوف انا فيها تفاصيل اكثر، وكل شخص ذوقه. عشان ما يكون فيه انحيازية تقدر ببندر انت بتحيز الشركة فلانية ولا. انا دائما اتحيز الشكل الجميل والتصميم الحلو والمميز بشكل عام لأي شركة. هذه كسور وسطي. هنوريكم الحين الداخلية الجوهرة، وهذه الجوهرة. هذه تفاصيل الباب، وهذه الداخلية. هنا جاي شاشتين، ما في تفاصيل أكثر، شاشتين بالتخشيب. كنسول وسطي ما في أشياء، يعني ما في أزرار. هنا كل الأزرار تحكم بالشاشة، كلها جاية هنا بالشاشة. فعندنا البي إم فيها تفاصيل أكثر. شغل الموتر. الإضاءات جاية هنا وعلى الإطار حق الباب. إيش رأيكم؟ خلاص عاد الختمة الحين بالأنوار. طبعاً حتى الأنوار هنا في تقنية تقريباً حول 100 مليون و400 إضاءة، هذه الديجيتال اللمبات. هذا شكل عدس. عاد الألمان، تخيل أنت منافسة من أقوى بين أقوى الشركات الألمانية. بس البي إم رجع أيام عز 2002. اللي بعضكم أول ما كان جاي يزل له اللد، يبي يجوز لك بإذن الله. وهذه الأنوار تحت. ترى LED صارت إضاءاتها الحين، ما هي ليزر، لأنها تعطيك نفس الأداء وأقل تكلفة. هذه سعره 800 بس. حتخلصنا يا غالين، اكتبوا لي تحت
وش الأجمل وش الأفخر؟ ولو خيروك وش تختار؟ قولوا أمين، عسى ربي يرزقك مثل هالمواتر ودبل قيمتهن ألف مرة يا حي يا قيوم. بس خلص يا غالين، أرقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف. فمان الله وبحفظ الكريم.